بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هناخد الـ Adjusting Entries، ودي محاضرة مهمة جدا جدا، فياريت يكون معاك ورقة وقلم وتكون جاهز إنك تحل معايا. يعني عايز أسمع صوتكم وأنتوا بتجاوبوا معايا، لأن المحاضرة دي هيتوقف عليها حاجات كتيرة قوي في الكورس بتاعنا. احنا كنا بدأنا نتكلم على Adjusting Entries وقلنا We are dealing with expenses and revenues، وإن المشكلة إن في بعض الـ expenses not recorded yet، وفي بعض الـ expenses recorded as asset. يعني مثلا العمال لما يشتغلوا وما ياخدوش مرتباتهم، يبقى أنت كده ما سجلتهاش، لسه ما سجلتهاش، ما دفعت لهمش فلوسهم، فيبقى transaction دي not recorded yet، بس الناس دي عايزة منك فلوس لأنها اشتغلت. ممكن تكون دافع prepaid أو in advance، فدافع prepaid insurance لمدة سنة، طيب أنا دافع asset لأن prepaid insurance classified as asset. طب أنا النهاردة في end of the year عايز أعمل adjusting entry، فهعمله إزاي؟ فعندنا مشكلة كبيرة قوي اسمها adjusting entries. النهاردة هنبدأ نلعب مع بعض لعبة حلوة. هنبدأ ناخد 3 exercises. أول exercise أول اكسرسايز زي اللي قدامك ده كده، ده مجرد إن احنا هنحدد فيه بس هو اللي قدامنا ده ريفينيو ولا اكسبنس، prepaid ولا accrued، unearned ولا receivable. بمعنى احنا قلنا عشان نحل السؤال بتاعنا بدون مشاكل بنعمل 3 خطوات. الخطوة الأولى بنحدد ريفينيو أور اكسبنس، يبقى هنقرا الجمله مع بعض ونطلعها هي ريفينيو ولا اكسبنس. نمره 2، لو كانت ريفينيو فقدامي احتمالين، لو كانت اكسبنس قدامي احتمالين. ريفينيو قدامي يا اما انا كولكتد يعني قبضت فلوسي، في الحاله دي هتبقى الكولكتد بتاعي ان ايرند، الفلوس اللي انا قبضتها، يا اما نوت ريسيفد يت، في الحالة دي بقت ايه؟ بقت receivable. دي جعلنا الـ expense. لو قلنا الـ expense قدام احتمالين، يا اما دفعنا in advance يبقى انت بتشتغل مع prepaid، يا اما not paid yet لسه ما دفعناش، يبقى بتشتغل مع payable. اه اللعبة دي عايزين نلعبها دلوقتي، يعني نعمل ايه دلوقتي؟ يعني ندخل دلوقتي جوه الاكسرسايزز دهيت، ادي نمرة 1، ادي نمرة 2 لغاية عدد معين، عايزين نحدد هو احنا بنشتغل مع ريفينيو ولا اكسبنس. نقرا الجملة ونطلع هو ريفينيو ولا اكسبنس، فطلع ريفينيو. طب هو كولكتد ولا نوت كولكتد يت؟ كولكتد يبقى ان ايرند، نوت كولكتد يت يبقى احنا عايزين منهم فلوس، يبقى ريسيفابل. طب لو اكسبنس اسال نفسي هل احنا دفعناه ولا لسه؟ لو دفعناه يبقى بيد ان ادفانس يبقى اسمه prepaid، لو ما دفعناهوش يبقى اسمه ايه؟ ها بيبل. معايا كده شباب اللعبه دي؟ يلا نجرب كده مع بعض اللعبه دي ماشيه ازاي. تعال اول كده نمسح اللي احنا عملناه دوت ونبدا مع بعض اللعبه بتاعتنا. عايزك تشارك معايا، افتح المايك كده وشارك معايا وقول لي ايه رأيك في الكلام اللي احنا بنعمله دوت. اول سؤال عندنا يا شباب، اول سؤال عندنا بيقول identify what type of adjusting entry، هل هو prepaid ولا unearned revenue ولا accrued expense يعني payable ولا accrued revenue يعني receivable ولا supplies ولا depreciation. تعال نعدهم مع بعض كده، prepaid expense يبقى دي نمرة 1، unearned يبقى نمرة 2، accrued expense payable نمرة 3، accrued revenue يعني receivable نمرة 4، supplies 5، depreciation 6. احنا عندنا 6 انواع 6 types of adjusting entry، وبالتالي انت يا هتلعب مع prepaid يا هتلعب مع ان ايرند يا هتلعب مع بيبل يا مع ريسيفابل يا مع سبلايز يا مع ديبريشيشن. عايزين نحدد كل واحده من اللي قدامنا دولت معناها ايه، واحده واحده كده
وخد وقتك معايا. نمبر 1 الاميرال كوليكتس. كوليكتس معناها ريفينيو ولا اكسبنس؟ لما تقبض. ها كوليكتس لما يعني ريفينيو. تمام. طب ده اول حاجه، يبقى اكيد لما نقبض فلوس ده بقى ريفينيو. حلو قوي. نمره 2، طب لما نقبض فلوس قدام احتمالين، هل الريفينيو دي كوليكتد ولا نوت كوليكتد يت؟ لما يقول لك كوليكت يبقى ده كوليكتد ولا نوت كوليكتد يت؟ كوليكتد. كوليكتد يبقى اسمه ان ايرند ولا اسمه ريسيفابل؟ ان ايرند. الله ينور عليك. فتلاقي ان السؤال الاولاني جاي لي عامل لي كده، ده ريفينيو. جميل. طب وايه كمان؟ وان ايرند. ان ايرند ليه؟ لانه كوليكتد ان ادفانس، يعني قبضنا فلوسنا قبل ما نقدم السيرفيس، فيبقى هو ريفينيو لان انا قبضت فلوس، ولما نقبض فلوس بنقبضها عشان نعمل ريفينيو، بس انا لسه ما عملتش الريفينيو فيسموه ان ايرند ريفينيو. طب حلو قوي. خش على الثانيه. ايميرال incurs utilities expense. You are dealing with expense ولا revenue؟ utility expense. ده اكيد expense. طيب الاكسبنس الدفع ولا لسه؟ paid or not paid yet. هو اللي هو هيقول له which is not yet paid. يبقى انا بدور على كلمتين، بدور على انه expense ولا revenue. اللي فوق عرفت ان هو ريفينيو من كلمه كوليكت، وعرفت ان ريفينيو من سيرفيس تو بي بيرفورمد، ما هي دي كده معناها ريفينيو. عرفت اللي تحت يوتيليتي اكسبنس فقلت ده اكسبنس، قال لي نوت يت بيد فعرفت ان هو نوت بيد يت. جميل. طب يبقى نعمل ايه؟ يبقى نقول عليه يوتيليتي اكسبنس. طب ده بيد اور نوت؟ نوت بيد يت. يبقى ريسيف يبقى بيبل ولا ان ايرن ولا prepaid؟ ده prepaid ولا payable؟ نوعه ايه؟ لما يقول لك not paid yet يبقى prepaid دفعناه ولا لسه؟ بيبقى payable. يبقى هنا عندي utility expense وعندي payable. طب احنا بنعمل اللعبه ديت ليه؟ يعني ليه الاول الخطوه الاولانيه بتاعتنا ان احنا نعمل اللعبه ديت؟ تعالى اوريك حاجه. انا قلت لك ان الادجستنج انتري بيعتمد على 3 ستيبس. يعني ايه 3 ستيبس؟ يعني لما تيجي تشتغل ادجاستنج انتري هتعمل 3 حاجات. ايه هما؟ نمره 1 تحدد ريفينيو او تحدد اكسبنس. اهي ريفينيو او اكسبنس، دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هتحدد لو اكسبنس هو prepaid ولا بيبل. ريفينيو هتحدد ان ايرند ولا ريسيفابل. ادي الخطوه الثانيه. يبقى احنا كأن السؤال دوت بنحدد الخطوتين. طب ركز تاني معايا كده، هو الاكسبنس ديبت ولا كريدت؟ الاكسبنس ديبت. يبقى الجزء التاني بتاعه prepaid او payable ده الكريدت سايد بتاعنا. طب يلا كده تعال نجربوا اللعبة دي تاني مع بعض بالراحة، وخد وقتك معايا عشان الحدوتة مش سهلة. هنرجع تاني للسؤال الاولاني، بيقول لي الكمباني كوليكتد. كوليكتد فعرفنا انها ايه؟ ها كوليكتد سيرفيس تو بي بيرفورمد، فعرفت انها ريفينيو وان ايرند. الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ كريدت. يبقى الناحيه الثانيه ديت ديبت. يبقى انا عملت الانتري، يبقى الانتري بتاعي ان ايرند ريفينيو ديبت وريفينيو كريدت. طب تعالى جرب معايا في نمبر 2. عرفنا انها incur utility expense يعني utility expense، وعرفنا انها not yet paid فعرفنا انها payable. اسالك بقى، هو utility expense debit ولا credit؟ الاكسبنس debit. يبقى الناحيه الثانيه credit. يبقى الانتري بتاعك utility expense واكسبنس payable. يبقى انا لو قدرت احدد revenue ولا expense، unearned ولا receivable، payable ولا prepaid، اقدر اعمل الانتري بتاعي. طب تعال نجربه الكلام ده كمان مره. ركز بقى معايا، احنا فهمنا اللعبه اللي هنلعبوها. يبقى الاول هتقول لي هو revenue ولا expense. تعال نجرب كده. Emeralds employees worked 3 days in 2010. ما دام worked يبقى اشتغلوا، يبقى عملت انت حضرتك ايه؟ اسمه ايه ده يا شباب؟
لما العمال تشتغل عند الشركة، ده اسمه expense. وأكتشوالي اسمه الحقيقي salaries expense. عشان كده احنا بعد كده مش هنكتب كلمة expense بس، هنكتب كمان اسم الـ expense. فلما يقول العمال يشتغلوا يبقى الـ expense اسمه salaries expense. طب but will not be paid until 2011، يبقى paid or not؟ يبقى ده not paid yet، لسه ما تدفعش. يبقى payable ولا prepaid؟ يبقى payable. الله ينور عليك. يبقى انا عندي salaries expense وعندي accrued او payable. طب سؤال، هو salaries expense debit ولا credit؟ debit. والaccrued payable ده credit. طب حد يعرف ليه ال payable credit يا شباب؟ ليه ال payable credit؟ ها؟ لانها liability. يبقى liability على الشركة والتالي تبقى credit. تعال نعمله الانتري. يبقى الديبت بتاعنا مين؟ salaries expense، والكريدت بتاعنا salaries expense payable. يبقى احنا دلوقتي بنتعلم بس الانتري. طب يلا نجربه اللي جاية. Emerald earned service revenue. You are dealing with revenue ولا expense؟ earned service revenue. اه ده revenue. يبقى فاضل لي سؤال، هل الريفينيو دوت كولكتد بيفور، كولكتد ان ادفانس ولا نوت ريسيفد يت؟ هو اللي يقول، قال لي بات هاز نوت يت ريسيفد، يبقى نوت كولكتد يت، لسه ما قبضناهوش. طب ده يبقى عايزين منهم فلوس. لما تعوز من حد فلوس اسمها ايه؟ ريسيفابل. اسمها ريسيفابل. برافو عليك. يبقى في الحاله ديت عندي ريفينيو وعندي اكرود. طب ارجع تاني، الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ الريفينيو كريدت. يبقى الاكرود او الريسيفابل بتاعها ديبت. تعال اعمل الانتري، الديبت بتاعنا ريسيفابل، يبقى اكاونتس ريسيفابل ديبت، والكريدت بتاعنا ريفينيو. الله ينور. طب جربوا اللي جايه. اللي جايه بيقول ايه؟ اللي جايه بيقول ايميرال بيد. اول ما يقول لك بيد انت عرفت حاجتين، يعني الكلمه دي عرفتك حاجتين، عرفتك انه اكسبنس، لان حضرتك لما بتدفع اكيد تدفع اكسبنس. طب ودام بيد يبقى بري بيد ولا نوت بيد يت؟ ما دام دفعنا يبقى بري بيد. يبقى مجرد لما يقول لي كلمه بيد انا عرفت الاثنين، عرفت ان انا اشتغلت مع اكسبنس، لان البيد ماست بي اكسبنسز، وما دام دفعت يبقى دوت بري بيد. جميل. يبقى الانتري بتاعنا هيتركب من حاجتين، من رنت اكسبنس لانه دفع رنت، وده بري بيد ولا نوت بيد يت؟ ده بري بيد. قال لك دفعنا هو رنت اون ديسمبر 1 فور 4 مانثز ستارتنج ديسمبر 1، يعني دافع لمده 4 شهور بدءا من ديسمبر 1. طب يلا تاني، الرنت اكسبنس ديبت ولا كريدت؟ ديبت. يبقى البري بيد بتاعنا كريدت. يبقى الانتري بتاعنا رنت اكسبنس ديبت وبري بيد رنت اكسبنس كريدت. جميل. طب يلا نجربه كمان واحده. هتقولوا معايا بقى ريسيفد كاش. خلصت اهي، دي كده معناها كلمتين. ما دام ريسيفد كاش يبقى انت ديلينج ويز ريفينيو. هو انت ينفع تقبض كاش عشان اكسبنس؟ يعني العمال يشتغلوا ويدفعوا لك فلوس؟ لا طبعا، انا لما هقبض فلوس اكيد ده مقابل ريفينيو. وما دام ريسيفد يبقى ان ايرند. ليه؟ اصلك قبضت الفلوس. تعال نكملوا الجمله، ده انت عرفتها من كلمه واحده. بس الكلام هيبقى واضح. ريسيفد كاش فور فيوتشر سيرفيس اند ريكوردد از لايبيليتي انتل ذا ريفينيو از ايرند. كل الجمله دي حلوه، لكن انا ركزت على كلمه ريسيفد. ايه ريسيفد كاش؟ قلت طالما انه ريسيفد كاش يبقى ده ريفينيو، وقبضناه كولكتد يبقى ان ايرند. يبقى الاجابه بتاعتي، يبقى انا بشتغل على ريفينيو والريفينيو ده كولكتد يبقى ان ايرند. طب الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ كريدت. والان ايرند هتبقى ديبت. خلي بالك انا بركز على الريفينيو والاكسبنس، والتاني بيبقى عكسه.
يعني وانس ان عرفت ان الريفينيو كريديت اوتوماتيكلي يبقى التاني ديبت، عرفت ان الاكسبنس ديبت يبقى التاني كريديت. طب يلا نعمل الانتري، نبداه بمين؟ نبداه بالان ايرند ريفينيو، نخليه ديبت اهو، ديبت اهو، والكريديت بتاعنا هو الايه؟ هو الريفينيو. جميل. كمان مره، نمبر 7، اميرال بيرفورمد كونسلتنج سيرفيس، عملنا سيرفيس، يبقى ده ريفينيو ولا اكسبنس؟ بيرفورمد كونسلتنج سيرفيس يبقى معناها ريفينيو. فاضل السؤال الثاني، ما دي نمره 1 عرفنا انه ريفينيو. نمره 2، ريسيفد اور نوت، نقوم قاريين الكلام عشان نعرف. قال لك اميرال بيرفورمد كونسلتنج سيرفيس فور ا كلاينت ان ديسمبر 2010. On December 31st, it billed the client $1,200. Billed the client، يبقى قبضنا فلوس ولا بعتنا نقول له احنا عايزين منك؟ Billed يعني فاتورة، بعتنا له الفاتورة. كده receivable. يبقى كده، الله ينور عليك، receivable. يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى شكلها عامل كده، revenue و receivable. طب يلا، الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ كريدت. يبقى الريسيفابل ديبت. حد يعرف ليه الريسيفابل ديبت؟ يعني ليه قلنا على الريسيفابل ديبت؟ قال لك لانه ايه؟ عشان هي اسيتس. الله ينور عليك يا ابني. اعمل الانتري بقى، يبقى حاجة في الديبت اكونتس ريسيفابل اهو ديبت اهو، وحاجة في الكريدت واكتب الايه؟ الريفينيو بتاعي. يبقى انا بركب الانتري الاول وبعدين ادور له بكام. طب يلا ندور على اللي بعديها. ايميرال بيت كاش. طب طالما بيت كاش اتعرفت، مين يحلها؟ بيد وكاش، يبقى ديلينج ويز ريفينيو ولا اكسبنس؟ ويز اكسبنس. كسلانين تقولوا. طب بيد يبقى قبض، دفعنا ولا لسه؟ دفعنا، يبقى بري بيد. يبقى انا بشتغل مع حاجتين، بشتغل مع اكسبنس وبشتغل مع بري بيد. الاكسبنس هيبقى ديبت والبري بيد هيبقى كريدت، ويبقى الانتري بتاعي ديبت اكسبنس وكريدت بري paid expense. جميل. طب يلا نجربه تاني، حل معايا. الاميرال كومباني. نعم يا ستي اتفضلي. ممكن تاني ليه هي prepaid expense؟ ليه تاني prepaid expense؟ طب يلا بينا، ليه تاني prepaid؟ عشان هو paid. خدت بالك من كلمة paid ديت؟ مش هو دفع؟ هو دفع، يبقى دفع، يبقى prepaid ولا لسه ما دفعش؟ ما انت قدامك حلين، انت قدامك حلين، يا اما دفع يا اما دفعش، صح؟ لو دفع يبقى prepaid، ما دفعش يبقى بيبل. طب اللي قدامنا ده دفع ولا لسه؟ ده هو قال لي كده بيت كاش، فما دام بيت كاش يبقى دفع ويبقى prepaid expense. واضحه؟ تمام يا ستي، اوكي. يلا نخش على اللي وراه. يلا جاوب معايا اللي وراه. Purchased supplies. استنى بقى، انا عندي حالتين سبيشال كيس، عندي حالتين سبيشال كيس. يعني ايه سبيشال كيس؟ يعني حالات خاصه. حاجه اسمها السبلايز وحاجه اسمها الديبريشيشن. دولت حاله خاصه، هم حالة خاصة بس شبه البريبيد بالظبط، لكن حالة خاصة ليه؟ أول ما تلاقي كلمة سبلايز اعرف إنك أنت هتشتغل مع سبلايز إكسبنس وسبلايز. مجرد ما تقرا كلمة سبلايز يقول لك اشترينا سبلايز، استخدمنا سبلايز، عندنا سبلايز، يعني ممكن يجيبها لك بثلاث حاجات، ممكن يقول لك بيرشيس سبلايز، يبقى وي آر ديلينج وذ سبلايز. ممكن يقول لك used supplies، يبقى we are dealing with supplies. ممكن يقول لك supplies on hand، on hand يعني فاضل، يعني ما استخدمناهوش. ايا كان الاسم اللي هيقوله هقول له we are dealing with ايه؟ with supplies، ودي special case. ركز بقى في special case دي قوي. اللعبة بتاعتها سهلة جدا. اول ما تلاقي عندك supplies يبقى الانتري بتاعك debit supplies expense وكريديت supplies. ده معناه ايه؟ معناه ان الاسيت اللي انت اشتريته واسمه supplies used استخدم، فيتحول
to expense. تعال بقى نفهموا الحتة دي بالراحة شوية كده. حضرتك لما بتشتري حاجة تقعد عندك فترة طويلة long term يسموها asset. يعني تشتري عربية عشان تقعد تركبها 5 سنين ده asset. تشتري علبة اقلام تقعد تستخدمها 5 6 شهور فيسموه asset. طب لما تمسك القلم وتكتب بيه اهو اللي انت كتبته ده اسمه expense. يبقى الاكسبنس هو اليوزد اسيت، يعني لما تستخدم الاسيت يتحول من اسيت الى اكسبنس. جميل. طب ايه المشكله عندنا هنا؟ المشكله اللي عندك هنا يا سيدي انك محتاج تعرف قد ايه استخدمت. قال لي سهله، يبقى انا هقول لك سبلايز اكسبنس باليوزد. طب السبلايز اكسبنس ديبت ولا كريدت؟ ديبت. يبقى انا هسجل على نفسي اكسبنس باللي انا استخدمته. طب كمل كده، ها، ويطلع لك السبلايز اللي هو الاسيد بتاعك ديبت ولا كريدت يا شباب؟ اذا كان الاكسبنس ديبت يبقى الناحيه الثانيه اكيد كريدت. طب اسالكوا سؤال، هو امتى الاسيد يبقى كريدت؟ لما يزيد ولا لما يقل؟ لما يقل. يبقى يحصل ديكريز. يبقى حضرتك لما تستخدم السبلايز تستخدمها يعني ديكريز السبلايز، القلمة اللي عندك تخلص، المخزون اللي عندك البضاعة يقل، السبلايز بتاعتك تقل، يبقى الاسيد ديكريز، يبقى عملناها كريدت، فيطلع الانتري بتاعنا سبلايز اكسبنس وسبلايز. جميل. طب خش على اللي وراها، بيرشيست اكويبمنت. اول ما تلاقي بيرشيست اكويبمنت اعرف انها السبيشال كيس، اللي هم حاجة من اتنين، يا إما سبلايز يا إما الديبريشيشن. إيه حكاية الديبريشيشن دي؟ دي زي السبلايز كده بالظبط. مش أنت لما اشتريت سبلايز أسيت واستخدمتها تحولت إلى إكسبنس؟ كذلك لما تشتري إكويبمنت، أنت شاري الإكويبمنت وتقعد عندك 5 سنين، طب وانس إنك استخدمتها تحولت من أسيت إلى إكسبنس، بس الإكسبنس ده اسمه depreciation expense. يبقى depreciation expense اللي بيسموه بالعربي استهلاك، نتيجة استهلاكك للآلة أو الماشين اللي قدامك فبتعمل لها depreciation. ده الانتري بتاعها مقدس، depreciation expense debit، أكيد لأن الاكسبنس debit. الكريدت ما ينفعش تقول equipment زي ما قلنا فوق supplies، ما ينفعش هنا تقول equipment. ليه ما ينفعش؟ قال لك لأن الاكويبمنت ده أسيت متسجل بفاتورة إنك اشتريت ماشين ب 10,000 جنيه. دي اسمها هيستوريكال كوست. تتنها متسجلة في الدفتر ب 10,000 جنيه طول العمر. طول ما هي موجودة في الشركة يتسجلها ب 10,000. طب الله ده أنا استخدمتها. قال لك هنستخدم لها أكونت اسمه الأكيوميليتد ديبريشيشن. فاكرين لما قلت لكم عليه في المحاضرة اللي فاتت؟ ده كونترا أسيت. يعني إيه كونترا؟ يعني عكسي. يعني اذا كان الاسيت ديبت يبقى الكونترا بتاعه كريدت، وده بيجي تحت الاكونت بتاعه بالماينس. يعني ايه؟ يعني لو عندي اسيت اكويبمنت مثلا ب 10,000 جنيه واستخدمتها اكيوميليتد ديبريشيشن ب 4,000 جنيه، فيقول لك يبقى الاسيت دي بتساوي في الدفتر 6,000. اي 6,000 دي اسمها بوك فاليو. نفهم اللعبه دي مع بعض يا شباب. حضرتك اشتريت اكويبمنت ب 10,000 استخدمتها ب 4,000، يبقى تساوي كام قيمتها في الدفتر؟ 6. بس ما ينفعش تكتب الستة على طول، لان هيجي لك اوديتور. اوديتور يعني مراجع، يقول لك هي الاكويبمنت بتاعتك دي بكام؟ بهاو ماتش؟ هتقول له ب 6، هيقول لك طب هات الفاتوره اللي انت اشتريت بها الاكويبمنت. هيلاقي الفاتوره مكتوبه بكام؟ ب10. يقول له انت كاتب كلام غلط، انت كاتب الفاتوره ب10 ومسجله في الدفتر ب6. طب وهعمل ايه؟ ما انا استهلكتها. قال لك لا، تكتبها كده، تكتب لي ان الاسيت ب10، دي اسمها هيستوريكال كوست، وده الاكيوميليتد ديبريشيشن، يعني كل سنه استخدمتها بكام. اكيوميليتد يعني مجمع، يعني السنه دي 2، السنه الجايه 4، السنه اللي وراها 6، وتطلع لي النت فاليو اللي هي البوك فاليو بتاعتك دي. فاللي يجي يقرا يقول لك ده الشركة دي has equipment with 10,000 used ب 4,000، يبقى النت فاليو بتاعتها اون بوك 6,000. عشان كده بيستخدموا حاجة اسمها الكونترا اكونت بتاعنا. جميل.
طبعا انت لسه صغنن، انت لسه في سنه اولى، فبالنسبه لك حته الكونترا دي مزعجه. لا هي مش مزعجه ولا حاجه، هو مجرد حساب عكسي بنسجل فيه الديكريز في الاسيد، بدل ما ناخد الاسيد اعمل فيه ديكريز فينقص فيبقى شكله وحش، فانا بخلي الاسيد زي ما هو وبعمل اكاونت تاني اسجل جواه الديكريزنج في الاسيد، فيبقى عندنا ديبريشيشن اكسبنس، يبقى عندنا ديبريشيشن اكسبنس واكيوميليتد ديبريشيشن، ودوت كل سنه يزيد بالديبريشيشن اكسبنس، كل سنه زوده. فلو حطيت في سنه 1000 يبقى اول سنه ده جواه 1000، تاني سنه هيبقى جواه 2000، تاني سنه هيبقى جواه 3، كانه مخزن بخزن جواه الديبريشيشن اكسبنس بتاعي. جميل. طب ركز في اللي جاي دي عشان دي مهمه قوي، دي من الحاجات اللي بتعمل لخبطه وتخليك متلخبط. بيقول لك ان الكومباني بتاعتنا بورد 10,000 دولار، استلفنا. طب ايه المشكله؟ اصلك لما بتستلف بتبقى سايننج انوت، بتمضي على كمبياله، فقال لك سايننج 8% 1 يير نوت، نوت بيبل. ما هو طبعا طالما استلفت يبقى انت هتدفع. السؤال بقى، خلي بالك السؤال مش على العشر تلاف، السؤال على الانترست اللي انت هتدفعها على النوت. الانترست اللي على النوت دي اللي هي 8%، الانترست دي ريفينيو ولا اكسبنس؟ قول لي يعني ايه؟ يا لما حضرتك تستلف من حد فلوس وتدفع له انترست، الانترست اللي هتدفعها دي بيد، صح؟ انت هتدفع. طب ما دام هتدفع يبقى ريفينيو ولا اكسبنس؟ اكيد اكسبنس. فتلاقي شكلها عامل كده، شكلها انترست اكسبنس، بس دي ما بتدفعش غير مع المبلغ في الاخر، يعني دي نوت بيد يت. مش عرفني. طب ما تيجي ندور، هل هو قال انه دفع انترست؟ ده قال لك ان احنا استلفنا 10,000 جنيه مضينا على كمبياله ب 8% لمده سنه. الراجل قال دفع حاجه يا اخوانا؟ قال لك لا، يبقى نوت بيد يت. نوت بيد يت يبقى اسمها ايه؟ نوت، يبقى اسمها accounts payable او accrued payable، او هنا هيبقى اسمها interest payable. interest payable يعني interest مستحقة عليا بس لسه ما دفعتهاش. الinterest expense debit والinterest payable credit. الinterest expense debit لان الexpense decrease the owner's equity، payable ده عليا تبقى liability فتبقى credit. يبقى دي اللعبة الاولانية. اللعبة الأولانية إن إحنا عايزين نفهم إحنا بنشتغل مع ريفينيو ولا إكسبنس، ونحدد هو بريبايد ولا بيبل، هو أن إيرند ولا ريسيفبل. لكن السؤال مش كده، السؤال مش هيجي لي في الامتحان يقول لي طلعه لي ريفينيو ولا إكسبنس، ده دي ستيبس إحنا بنعملها عشان نتعلم. طب تعالى كده مع بعض، أدي السؤال بتاع الامتحان بقى شكله كده، هو شكل سؤال الامتحان كده. تعالى نبصوا كده على السؤال، يتقرا منين السؤال؟ من فوق. لا، السؤال عندنا بيتقرا من الريكوايرد من اخره. هو عايز ايه؟ prepare the adjusting entries at March 31st assuming that the adjusting entries are made quarterly. يعني ايه quarterly؟ يعني every كم شهر يا شباب؟ every 3 months، كل 3 شهور هنعمل adjusting entry. عندنا كم واحدة؟ ادي 1 2 3 4 5. ركز بقى، طالب مني 5 انتريز. امال ايه الكلام اللي فوق ده؟ ده تعالى نقرا كده. بيقول لي ذا ليدجر اوف ذا كومباني اون مارش 31. نعم يا ستي. هو الصوت راح من مسألة رقم 11. انتوا مش سامعيني كده؟ احنا كده سامعين حضرتك، بس هو الصوت راح من مسألة رقم 11. دكتور صوت حضرتك بيقطع جامد. معرفش، يمكن بقى مشكله في الكونكشن، لكن انا الجهاز عندي زي ما هو. وانت سامعني كده المفروض؟ احنا كده سامعين حضرتك، شكرا. ما انا ما عملتش حاجه زياده. طيب معلش هقول تاني. بقول ان السؤال بيتقرا دايما من الريكوايرد من اخره من الانستراكشنز، فده اول حاجه هتتقرا في السؤال. هنا طالب adjusting entries assuming ان adjusting entries made quarterly، وقلنا كلمه quarterly يعني ربع سنه، ربع سنه يعني every 3 months. وعديت ادي 1 2 3 4 5 adjusting entry، بقى عايز 5 تنواع من adjusting entry هنعرفهم دلوقتي.
لكن لقيته كاتب لي كلام فوق بيقول لي the ledger of the company on March 31st of the current year include the following selected accounts before adjusting entry. فاكرين لما كنا بنعمل journalizing كنا بعديه بنعمل posting وبعدين بعديه بنعمل trial balance. قلت لكم المحاضرة اللي فاتت ان في حتة هنا في النص قبل preparing الفاينانشال ستيتمنت ان انا هعمل adjusting entry وبعدين اعمل trial balance after adjusting entry. فدولت الجداد. فالترايل بالانس اللي فوق ده اسمه الحقيقي ترايل بالانس بيفور ادجستنج انتري، عشان كده هو قايل لي هنا ان الاكونت دي بيفور الادجستنج انتري. طب دي عايزينها في ايه؟ هنعرف دلوقتي. طب تعالى نقروهم كده. prepaid supplies equipment accumulated depreciation notes payable unearned rent rent revenue wages expense. طب هعمل بيهم ايه؟ ولا حاجه، استنى عليا شويه ونبدأ مع بعض السؤال. السؤال يتبدأ إذ منين؟ نبدأ نمرة واحد. أول واحد بيقول إيه؟ The equipment depreciation 400 per month. فأنا عايز أحدد نوع الـ adjusting entry. أول حاجة أهي، ما انساش كلمة quarterly. أنا هشتغل على كام شهر؟ For 3 months. أول واحدة عندي كانت The equipment depreciates $400 per month. بقوم كاتبها اهي. يبقى الاكويبمنت depreciated 400 per month. اسال نفسك بقى بالراحه وركز. السؤال اللي معانا ده we are dealing with revenue ولا expense؟ قال لك لا دي special case. بقول له يعني ايه special case؟ قال لي ما اللي special case حاجه من اتنين، يا اما supplies يا اما الديبريشيشن. دي مين فيهم؟ دي الديبريشيشن. جميل. طب حلو قوي. الاكويبمنت ب 25,000 والديبريشيشن $400 بير مانس. ايه ده، هو اعطيني الاكويبمنت ليه؟ فاكر لما جينا قلنا المره اللي فاتت ان احنا ممكن نحسب الديبريشيشن؟ ايه ده، ممكن نحسبه ازاي؟ فاكر لما كنا بنقول ان احنا ممكن نجيب الكوست of equipment نشيله منها السالفج فاليو ونقسمها على اليوسفول لايف. اه طب حلو قوي. طب ما هي دي الكوست، فهو عاطي لك الكوست هنا جيفن. هتقول لي بس ما عطانيش السالفج فاليو دي نوت جيفن وما عطانيش اليوسفول لايف دي نوت جيفن. هقول لك اه، اصله حاسب لك الديبريشيشن جاهز، ده جيفن ديبريشيشن. يعني الراجل ما عطاكش السالفج فاليو ولا اليوسفول لايف لانك مش محتاجهم، لانه حاسب لك الديبريشيشن جيفن اهو 400 بير مانس. يبقى انت هتستخدم الحته دي الايكويشن دي كوست ماينس سالفج فاليو على يوسفول لايف لما يبقى الديبريشيشن نوت جيفن وانت عايز تحسبه. طب لو كان جيفن يبقى متشكرين. طيب هنلعب مع ايه؟ هنلعب مع ديبريشيشن. ركز بقى، 1 2 3 كل الادجاستنج انتري 3 ستيبس يا شباب. الستيب الاولانيه تطلع لك الديبت او الكريدت، الستيب الثانيه تطلع لك الديبت او الكريدت بقيه الانتري. فهنا لو كان ده ديبت يبقى الثاني كريدت، لو كان اللي فوقه كريدت يبقى الثاني ديبت. وبعدين نمره 3 نطلع الاماونت. او احنا اللي اشتغلناه من شويه كنا بنطلع الديبت والكريدت، الخطوتين دولت 1 و2 اللي عملناهم في ال 11 سؤال اللي قبل كده. واحده واحده بقى، انت هتشتغل مع depreciation expense يبقى الاكسبنس ديبت، الاكيوميليتد depreciation اكيد هيبقى كريدت. طب جه حد سالك هو ليه الاكيوميليتد depreciation كريدت؟ تقوم قايل له ده كونترا اسيت. كونترا اسيت يعني عكس الاسيت، فالاسيت ديبت يبقى الكونترا بتاعه كريدت. طب بكام؟ ركز بقى، يعني انت كده عملت الانتري. اه انا قلت depreciation expense ديبت واكيوميليتد ديبريشيشن كريدت، عايزين نعرفه بكام؟ المبلغ اللي هيتحط جوه الانتري. ركز، انت شغال كوارترلي، يعني كام شهر؟ 3. طب وهو عطيك جيفن ديبريشيشن اكسبنس بير ايه؟ بير مانث. تعرف تقول لي الثلاث شهور يعملوا كام؟ اه يعملوا 3 تايمز 400 يعملوا 1200. يبقى انا الاول حددت الديبت ديبريشيشن اكسبنس،
حددت الكريدت accumulated depreciation، وبعدين حددت الاماونت لقيته given ب 400 بس بير ايه؟ بير مانس. انا عايزه بير كوارتر يعني بير 3 مانس، فقمت ضربه في 3 فيطلع لك الانتري بتاعك شكله كده، depreciation expense ب 1200 accumulated depreciation ب 1200. صعب يا شباب ولا ماشي الحال؟ ماشي الحال ما دام ما بتنطقوش، ما هو يا ما بتنطقوش حاجه من اتنين، يا فاهم يا اما انت قفلت وروحت. تعال نجربه الثانيه. ايه الثانيه دي؟ هو كان قايل نمره 2 في السؤال، لو قدامك السؤال لو معاكوا السؤال بصوا عليه كده هتلاقوا نمره 2 بيقول لي 1/3، 1/3 يعني 1 على 3 of the unearned rent revenue with earned. ركز بقى، انت بيقول لك ان الان ايرند حته منه اللي هي التلت ايرند، يبقى انت محتاج تعرف الان ايرند يساوي كام. فاكر لما قلت لك انه عطيني ارقام فوق؟ اهي الارقام اللي فوق دي اطلع بص عليها كده هتلاقي فيها رقم اسمه ان ايرند رنت ريفينيو ب 9900، دي جيفن. كان الراجل بيقول لك احنا دفعنا 9900 ان ايرند رنت ريفينيو، دفعنا ولا قبضنا يا شباب؟ unearned rent revenue دفعنا ولا قبضنا؟ هتقول لي رنت دفعنا، هقول لك لا، خلي بالك من حاجه، كلمه رنت لها وشين، ممكن تشتغل as revenue وممكن تشتغل as expense. ايه ده ازاي؟ حضرتك لو انت اللي بتأجر فانت collect او received رنت، يعني انت عندك اوضه فاضيه او دكان فاضي او مخزن فاضي فبتاجره فبتقبض فلوس، فيبقى الرنت ده ريفينيو. طب لو انت اللي ساكن يبقى انت بتدفع، في الحاله دي بقى ايه؟ بقى اكسبنس. وبالتالي كلمه رنت لوحدها ما تقولكش انا ريفينيو ولا اكسبنس، لكن اللي يقولك انت هتقبض فلوس ولا هتدفع فلوس. في السؤال اللي معانا الراجل بيقولك unearned revenue، السؤال اللي معانا بيقول ال unearned revenue، فواضح ان هو revenue، ده الراجل حليف لي على المصحف كده انه ايه revenue، وقايل كمان انه earned، فكلمة earned معناها revenue وهو قايل revenue، طب فاضل ايه؟ ده حل لك السؤال. يبقى نمرة واحد we are dealing with revenue، revenue credit. نمرة اتنين unearned، يبقى الارن ايرن ديبت بكام؟ تعال نركز بقى مع بعض. بيقول لي 1/3 اوف ذا ان ايرند ووز ايرند، يعني الحته الايرند اللي بقت حقنا، اللي بقت حقنا عباره عن التلت، فتاخد ال 9900 تقسمهم على الثلاثه يطلعوا 3300، وكانك لما اخدت الفلوس ديت انت سجلتها از لايبيليتي. الراجل قال لك خد ال 9900 وهسكن عندك، لما تعدى تلت المده قلت له تعالى بقى، تلت المده عدت يبقى انا دلوقتي الان ايرند ريفينيو ديكريز ب 3300، اللايبيليتي بتاعتي ديكريزد ب 3300، واصبح من حقي ايرند، من حقي ال 3300 دولت. فعملنا انتري الريفينيو كريدت والان ايرند ديبت بحقي، بحقنا بالجزء الايرند، بالايرند بارت، الايرند بارت هو التلت، فخدنا ال 9900 قسمناهم على 3 طلعوا 3300. طب تعال نجربوا اللي بعديها. انترست اوف 500 از اكرود، خلي بالك لغايه هنا اي كانت ديترماين هي ريفينيو ولا اكسبنس. بيقول لك في 500 جنيه انترست مستحقه، طب ليا ولا عليا؟ يعني لغايه العلامه دي انا ما اقدرش احدد. طب بص اللي جايه دي اكرود نوتس بيبل، طب نوتس بيبل هي اللي تقول لك بقى ريفينيو ولا اكسبنس. دي اكرود اون نوتس بيبل، النوتس بيبل دي انت مستلف ولا مسلف؟ مستلف. يبقى you will pay interest ولا you will receive interest؟ you will pay
interest ولا you will receive interest؟ لا انا هدفع. pay interest. يبقى انا بشتغل مع expense مش revenue. يبقى كلمة interest accrued ما تقولش. لكن لما قال لي على النوتس بيبل فقلت لنفسي ده في انترست مستحقه على الفلوس اللي عليا سو اي ويل باي ات، يبقى ديت انترست اكسبنس، يبقى انا بشتغل مع انترست اكسبنس. طب يلا نجربه كده. الخطوه اللي بعديها، ايه الخطوه اللي بعديها؟ الخطوه اللي بعديها ايه ده؟ هو مفيش حاجه جبناها من فوق ليه؟ قال لك الكلام اللي كان مكتوب فوق اللي جبنا منه الاكويبمنت واللي جبنا منه الان ايرند دي حاجات حصلت، بس ديت نوت ريكوردد يت. يعني ايه نوت ريكوردد؟ يعني نوت اكزيستد بالانس عندك، ما عندكش اكزيستد بالانس، فلما تيجي تبص فوق ما تلاقيهاش. طب ودي تزعلني في حاجه ولا اي حاجه؟ ولا تزعلني في حاجه، انا مش محتاجين اكسترا انفورميشن عليها. امال محتاجين ايه؟ احنا محتاجين ان احنا نحدد هي ريفينيو ولا اكسبنس، هي اتدفعت ولا ما اتدفعتش وبكام. طب يلا بينا كده. دي انترست اكسبنس، ليه؟ عشان تبيبل، النوتس از بيبل سو وي ويل باي انترست. الاكرود ده انترست بيبل لانك ما دفعتش، نوت بيد يت دي لسه ما اتدفعتش، يبقى ده الديبت وده الكريدت. طب بكام؟ ما هو الراجل قايل اهو انترست في 500 از اكرود، يبقى الانتري بتاعك interest expense 500، interest expense payable ب 500، يبقى انت عملت الايه؟ سجلت expense عليك، ده عليك مستحق، عليك عليك فلوس، وبالتالي اصبح liability لانك not paid yet لانك لسه ما دفعتوش. جميل يا شباب، انا عارف ان اللعبه صعبه لكن مع الوقت احنا هنحل شويه كمان لسه كتير على اساس انها تبقى ايه واضحه معانا. قال لي نمبر 4 السبلايز اون هاند توتال 700. ركز بقى، ده اعطاك سبلايز يبقى دي سبيشال كيس، واحنا قلنا السبيشال كيس حاجتين، يا سبلايز يا ديبريشيشن. طب دي سبلايز، طب عايزين نعرف تقدر تقول لي اليوزد يساوي كام؟ هتقول لي مش عارف، هقول لك هو قال لي السبلايز اون هاند يعني اللي فاضل، المتبقي يعني الريميننج، يعني الان يوزد 700. انا مش عايز الان يوزد، انا عايز الايه؟ انا عايز اللي استخدمته. طب ده اجيبه منين؟ اقوم طالع باصص فوق وادور الاقي رقم جيفن كده، عندي رقم حلو قوي اسمه السبلايز ب 2800. طب ده معناه ايه؟ ركز بقى بالراحه، معناه ان حضرتك اشتريت سبلايز ب 2800 دي بيرشيست، فاضل عندك unused 700. طب تقدر تقول لي اليوزد كام؟ هتقول لي سهله، مش انا اشتريت 2800؟ فاضل ما استخدمتوش 700، يبقى اللي استخدمته الفرق بينهم، عشان كده احنا هنقول السبلايز ديبت اصلها اكسبنس، والسبلايز نفسها كريدت، يعني الانتري بتاعي ديبت سبلايز اكسبنس كريدت سبلايز بايه؟ بالسبلايز يوزد. طب بجيبها منين؟ بجيب السبلايز اطرح منها السبلايز اون هاند فتطلع ب 2100. تعال اعمل الانتري، ادي الديبت بتاعك سبلايز اكسبنس، ادي الكريدت بتاعك سبلايز، ادي الاماونت بتاعك، الثلاث خطوات بتوعنا ديبت سبلايز اكسبنس كريدت سبلايز 2100. خلي بالك ده معناه ايه؟ معناه ان ده اليوزد فتحول الى اكسبنس. امال السبلايز حطيتها كريدت ليه؟ اصل انا عملت ديكريز للاسيت، قللت الاسيت بتاعي، مش انا كنت شاري اسيت سبلايز ب 2800؟ استخدمت منه ب 2100 فلازم انقصه، فياخدوا السبلايز ينقصوه. ماشي، تعال نجربه دي. ركز، انشورنس اكسبايرز، انت بتدور على ايه؟ اتدفعت ولا ما اتدفعتش؟ صح، ده اكسبنس، واكسبايرد يعني استهلكت، يعني استخدمت، يعني يوزد بمعدل 200 بير مانس. اسالك بقى، هو الانشورنس، هو الراجل هنا ما قالكش دفعت ولا ما دفعت، هو قال بس احنا ما شفناهاش، ما شفناش انه قال دفع ولا ما دفعش. لكن انا عايز اسالك، هو ينفع الاكسبنس بتاع الانشورنس
تدفعه في المستقبل ولا لازم تدفعه before receiving service يعني in advance؟ قال لك الانشورنس طبيعته، الانشورنس طبيعته كده، الانشورنس طبيعته must be paid in advance. حضرتك لما تروح ترخص العربية يقولوا لك هتدفع التأمين عن سنة جاية، فتقول له سنة جاية، طب ما ينفعش بعد السنة ما تخلص أدفع لكم التأمين؟ يقول لك لا ما ينفعش. رايح تأمن على المصنع بتاعك يقول لك ادفع تأمين عن السنة اللي جاية، طب ما ينفعش في آخر السنة أدفع لكم التأمين؟ قال لك ما ينفعش، لأن الانشورنس must be paid in advance، طبيعته كده must be paid in advance. طب تعالى كده ندور هل احنا دفعناه ولا لا. اه دفعناه اهو، ده الراجل عاطيني فوق وقايل لي ان البري بايد انشورنس 3600، البري بايد انشورنس 3600. طب ركز بقى، وي ار ديلينج ويز اكسبنس، صح، وي ار ديلينج ويز اكسبنس، اسمه انشورنس اكسبنس ديبت. يبقى الناحيه الثانيه دفعناه ولا لسه دفعناه، يبقى بري بايد كريدت بكام؟ الاكسبايرد، اليوزد، الكونسيومد، اللي استهلك، اللي خلص، اللي ضاع عليك. قال لك احنا اتريت 200 بير مانس. طب انت شغال في كم شهر؟ قال لك انا شغال كوارترلي، يبقى 3 شهور، الشهر ب 200 يعملوا 600 جنيه، فيطلع الانتري بتاعك انشورنس اكسبنس 600، بري بايد انشورنس 600. انا عارف انها صعبه، لكن انا عايزك تشتغل كده، تشتغل بالخطوات 1 2 3. اللي هيحل بالفهلوة او بالسنس كده هتطلع معاه غلط، انا لازم احلها بالطريقة ديت. طيب تعال اجرب لكم كمان سؤال كبير شوية ونحلوه مع بعض، معلش اتعبك شوية النهاردة. نقرأ required الاول، prepare adjusting entry for 7 item described above. يعني عندي 7 حاجات، هم دي 1 2 3 4 5 6 7 حاجات عايز يعمل 7 adjusting entry، واعطيني فوق شويه معلومات. قال لي draw crew company has the following balance in selected account، اعطيني equipment. استنى بقى كده، هي كلمه equipment يبقى هنلعبه معاها مع مين؟ مع depreciation expense، notes payable مع الانترست، prepaid insurance مع الانشورنس اكسبنس، السبلايز مع السبلايز اكسبنس، الان ايرند ريفينيو مع الريفينيو. يبقى انا اقدر اقول لك ان كل رقم من اللي فوق مرتبط بمين. طب تعالى برضو عشان تبقى العمليه اسهل ناخدهم واحده واحده. بيقول لي درو كومباني بورد، بورد يعني استلفت، استلفت 10000 دولار باي ساينينج انوت. اسالك انت بتشتغل مع ريفينيو ولا اكسبنس؟ هتقول لي شعرفني، هقول لك انت استلفت، ايه هتدفع انترست ولا تقبض انترست؟ لا هدفع، يبقى انا بشتغل مع انترست اكسبنس، دي بدي نمره واحد. السؤال الثاني، طب الانترست اكسبنس دفعناها ولا لسه هندفعها ان ذا فيوتشر؟ تعال اقرا كده، احنا استلفنا 10000 ومضينا على كمبياله، دفعنا حاجة يا شباب؟ ده احنا رايحين نستلف. فقال لك لا، قال لك تبقى بيبل. ليه بيبل؟ قال لك لأنها نوت بيد يت. شوف أنا بفكر إزاي؟ أنا فكرت الأول هي ريفينيو ولا إكسبنس، فلقيت إن أنا استلفت ومضيت على كمبيالة، تبقى دي إكسبنس. نمرة 2، دفعنا الإنترست إكسبنس ولا لسه؟ فلقيته ما جابش سيرة، وهي منطقي، انت لما بتستلف فلوس ما بتدفعش انترست غير في الاخر، فدي نوت بايد يت. طب نمرة 3 بكام الاماونت بتاعنا؟ تعال بقى نركز في دي. السؤال اللي فات كان الاماونت جيفن، طب انت تعرف تحسب الاماونت بتاعت الانترست؟ اه الانترست يا شباب بتساوي 3 حاجات مضروبين في بعض. اول حاجة بيسموها الاماونت، المبلغ مضروب في ريت مضروب في بيريود، في مدة، بس المدة دي دايما على 12. اشمعنى؟ اصل الانترست ريت اللي هيديهولي بيبقى دايما انترست ريت فور 1 يير،
طب انت استلفت كام؟ استلفت 10,000 جنيه، هتدفع عليهم انترست كام؟ 12%، 12%. طب الحتة بتاعتنا كام شهر بقى؟ ركز، هو انت استلفت امتى؟ قال لك اون سبتمبر فيرست، يبقى دي سبتمبر فيرست 2010، النهاردة ديسمبر 31 2010، هو كان قايل كده. طب تعرف تعد على صوابعك؟ فاكر في المحاضرة لما قلت لك المحاسب بيمسك القلم في ايد ويعد على صوابع ايده التانية، شهر سبتمبر ده شهر 9، فيقول 9 و10 و11 و12، فيطلعوا 4 months، 9 و10 و11 و12، فيضرب هنا في 4 على 12، فيطلع له 400 جنيه. يعني العشر تلاف عليهم لغاية النهاردة ديسمبر 31 عليهم 400 جنيه، لسه ما دفعناهمش. طب تعرف تعمل بيهم انتري؟ اه. طب الانتري بتاعنا هيبقى ايه؟ ركز كده معايا، الانتري بتاعنا هيبقى ايه يا شباب؟ هدور فوق اهو، نمرة 1 انترست اكسبنس ديبت، يبقى حاجة في الديبت واكتب انترست اكسبنس. نمرة 2 بيبل، يبقى انترست اكسبنس بيبل. نمرة 3 بكام؟ ب 400 جنيه. فهمت انا عملتها ازاي؟ انا ركبت الانتري على 3 خطوات، 1 ريفني ولا اكسبنس، عرفت هو ديبت ولا كريدت. نمرة 2 عرفت ان هو بيبل فكريدت. نمرة 3 الاماونت بتاعي كام؟ طب يلا نجربه كمان واحدة وتجاوبوا معايا بقى، انتوا ساكتين النهاردة قوي. account of supplies، يبقى هنشتغل مع مين؟ مع supplies، يبقى الانتري بتاعنا supplies expense وsupplies. طب حلو قوي، بس عطيني بيقول لي ايه؟ indicated that the supplies on hand، on hand يعني ال unused، يعني ال remaining اللي فاضل. طب حلو قوي، يبقى انا هشتغل مع supplies، يبقى عايز اعرف السبلايز البرشيست كانت قد ايه. اطلع ابص فوق الاقيه كاتب لي سبلايز 2450. طب حلو قوي، ركز، كم خطوه؟ 3، 1 2 3 اهم. نمره 1 السبلايز اكسبنس ديبت ولا كريدت؟ قال لك ديبت. بتشتغل مع سبلايز ده اسيت هنقصه فيبقى كريدت، يبقى ده الانتري. طب الاماونت بتاعنا كام؟ قال لك ده اليوزد اللي احنا استخدمناه. طب انت استخدمت كام؟ قال لك كان عندي 2450، فاضل عندي انيوزد 800. امسك الكالكوليتر بتاعي وهم قايل 2450 ناقص 800، يبقى انا استخدمت 1650، ده اليوزد. طب جميل، تعرف تعمل الانتري؟ اه طبعا. طب اعمله كده، ما انا عندي الديبت اهو، اقوم كاتب سبلايز اكسبنس ديبت، وعندي الكريدت اهو، اكتب سبلايز كريدت، والاماونت بتاعي ب 1650. 1650 العمليه سهله لو انت عارف بتعمل ايه. طب ركز تاني، كمان واحده depreciation. اه depreciation ده special case. on the equipment 1000، خلي بالك الراجل عاطيلك الايكويبمنت فوق. لا مش عاطيها لي. طب ليه مش عاطيها لي؟ هو عاطيها لك بس انت مش هتستخدمها. ليه؟ اصل عاطيلك depreciation given. خلي بالك تاني بقى، انت ما بتحسبش depreciation غير لما يكون مش given، لو given خلاص. طب عندك 3 حاجات، اه عندي نمرة 1 depreciation expense debit مرتبط بيه accumulated depreciation الكونترا asset credit. نمرة 3 الاماونت، الاماونت بتاعنا هنا اللي هو اليوزد كان given وكان بألف. تعرف تعمل الانتري؟ ايوه اعرف اعمله، هيبقى depreciation expense debit وaccumulated depreciation credit بال 1000. جميل، طب تعال نجربه كمان. نمبر 4 ايه ده بقى؟ ده بيد.
اي كلمه بيد ديت جابت لك الكلمتين مع بعض، جابته لك ان هو اكسبنس نوت ريفينيو عشان دفعنا، وجابت لك ان هو prepaid not payable مجرد ما قريت كلمه بيت. طب ده عباره عن ايه؟ عباره عن 12 months insurance. طب انا عايز اعرف هما دفعوا كام؟ قال لك طب وماله؟ نخش على السؤال، نرجع كده للسؤال بتاعنا عشان اوريك بنجيب الرقم منين. ادي السؤال بتاعنا اهو يا شباب، ادي السؤال. احنا كنا في نمره كام؟ كنا في نمره 5، كنا في نمره 4. في نمره 4 الكومباني اهي paid 12 months insurance coverage، اقوم طالع باصص فوق في انشورنس فوق، الاقي فوق prepaid insurance 2100. شفت اللعبه؟ يبقى انت بتدور كل واحد من اللي تحت مرتبط بايه باللي فوق. فاكر السبلايز اهي 2450 احتاجناها. طب جميل قوي، يبقى نرجع تاني للشغل بتاعنا. رقم 4 اهيت. قولوا لي انتوا بقى من عندكم البريبيت بكام؟ ب 2100. طب يلا بينا، يلا نعمل ايه؟ هعمل الثلاث خطوات بتوعي اللي هم ايه؟ تنسيتوا؟ اول حاجه تحدد هو ريفينيو ولا اكسبنس. اللي قدامك ده ايه؟ ده انشورنس اكسبنس، والاكسبنس ديبت ولا كريدت؟ ده ديبت. طب نمره 2 هو بريبيد ولا بيبل؟ ده الراجل قايل لك بيت وده انشورنس، فاكيد بريبيد. بريبيد انشورنس اكسبنس، طالما ده ديبت يبقى اكيد ده كريدت. نمره 3 بكام؟ الاماونت بتاعنا بكام؟ اللي يخصنا قد ايه؟ الاكسباير ده قد ايه؟ اللي راح علينا قد ايه؟ اللي استخدمناه قد ايه؟ الكونسيوم ده قد ايه؟ طب تعال نجرب، حط الرسمه بتاعتنا كده. هي دفعت في جون 1 والنهارده ديسمبر 31. تعد على صوابعك، جون ده شهر كام؟ 6. يبقى 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، يعني 7 months. حضرتك كنت دافع 2100 لمده سنه، يبقى 2100 نقسمهم على 12 يطلع الشهر بكام، ونرجعه نضربه في كام؟ في 7. دي 12 months ودي 7 months، وده البيد اماونت، ده اللي انت دفعته. تمسك الكالكوليتر بتاعك وعامل 2100 قسمهم على 12 يبقى الشهر ب 175 جنيه، نضربوه 7 يطلع لي 1225 جنيه اكسبايرد. واعمل الانتري بتاعي الانشورنس اكسبنس ديبت، البريبايد كريدت، والاماونت 125. يبقى حاجه كده واقول انشورنس اكسبنس وبري بايد انشورنس اكسبنس، والاماونت بتاعنا ب 1225. ماشي، يلا بينا. دي صعبه شويه. اون ديسمبر 1 الكومباني كولكتد. لا ده ما بقتش صعبه، ده اول ما قال لي كولكتد انا عرفت انها ريفينيو وانها ان ايرند. يعني كلمه بيد عرفتني انه اكسبنس وبريبايد، وكلمه كولكتد عرفتني انه ريفينيو ان ايرند. طيب كولكتد 40000 فور كونسلتنج سيرفيس تو بي بيرفورمد فروم ديسمبر 1 ثرو مارش 31. يبقى انا هشتغل باللعبه بتاعتنا. الان ايرند بتاعتي 40000 اهو فوق اهو. طب ايه تاني؟ عايزين نحدد الثلاث حاجات بتوعنا. اول حاجه يو ار ديلينج ويز ريفينيو ولا اكسبنس؟ لا ريفينيو. مش عرفك ده 7000 حاجه قالت لي كولكتد تقول لك انها ريفينيو، سيرفيس تو بي بيرفورمد تقول لك انها ريفينيو، صح كده؟ ماشي. ان ايرند ولا ريسيفابل؟ ده قال لك كولكتد، قبضنا فلوس يبقى ان ايرند. مش كده وبس، تو بي بيرفورمد من ديسمبر لغايه مارس يبقى لسه هنعملوها، يبقى دي ان ايرند ريفينيو. ركز، الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ كريدت، يبقى الناحيه الثانيه ديبت. طب الاماونت بتاعنا كام؟ تعال ندور الرسمه بتاعتنا اهي.
من ديسمبر فيرست لديسمبر 31، يبقى الحته دي قد ايه؟ 1 مانث. طب وانت لما جيت قبضت الفلوس قبضتها لغايه امتى؟ قال لك لغايه مارش 31، تبقى دي كلها كام شهر؟ ديسمبر ويناير وفبراير ومارس، يبقى دي 4 مانثس. انت ليك فيهم بس كام؟ اللي بقى حقك الايرند، اللي بقى حقك ايرند يعني حقك بقى ملكك، شهر 1 مانث. تعرف تقول لي يبقى حقك فلوس قد ايه؟ هتقول لي اه مش هم 40,000 على 4 شهور يبقى 10,000 دولار بير مانث. انا عايز منهم كم شهر؟ شهر واحد، يبقى حقي 10,000 دولار، حقي 10,000. تعال اعمل بيها انتري الريفينيو كريديت، صح؟ الريفينيو كريديت يبقى حاجه تحت، تحت اهو في الكريديت، واكتب ريفينيو. الايرند ديبت يبقى حاجه فوق، واكتب ان ايرند ريفينيو، والاماونت بتاعنا ب 10,000. جميل. طيب نمبر 6، درو كومباني بيرفورمد كونسلتنت سيرفيس فور كلاينت ان ديسمبر، ذا كلاينت ويل نوت بي بيلد ان، ذا كلاينت ويل بي بيلد فور 1200. معناه ايه؟ لا ما تتوهش، انت اول حاجه بتسال انا بشتغل مع ريفينيو ولا اكسبنس؟ اهي نمره واحد، هتقول لي مش عارف، هقول لك اهو بيرفورمد سيرفيس، دي نمرة واحد. كلاينت يبقى ريفينيو. لما انت تقدم تقدم سيرفيس، بيرفورمد سيرفيس تو كلاينت، يبقى ده ريفينيو. طب نمرة اتنين، قبضت فلوسك ولا لسه؟ هو قال لك ريسيفد؟ لا. قال لك كوليكتد؟ لا. امال قال لك ايه؟ قال لك ذا كلاينت ويل بي بيلد فور 1200، بيلد يعني هنبعت له الفاتورة، وبالتالي يبقى ريسيفابل. طب واحدة واحدة، الريفينيو ديبت ولا كريدت؟ النيتشر كريدت، الريسيفابل ديبت. نمرة تلاتة، عايزين الأماونت بتاعنا بكام؟ ده جيفن، الأماونت ده جيفن. الراجل قايل لك إن إحنا نبعت له فاتورة ب 4200. طب يلا نعملوا الإنتري مع بعض، يلا بينا. الريفينيو كريدت، يبقى حاجة في الكريدت وأكتب ريفينيو. الديبت ريسيفابل، يبقى هكتب فوق ريسيفابل. الاماونت بتاعي 4200، الاماونت بتاعي 4200. طب يلا نشوفه دي كمان. ايه ده كله؟ قال لك الكومباني بايز، خلي بالك بايز غير بيد، بايز يعني يوزد تو باي، كلمه بايز ديت يعني متعوده تدفع. بايز اتس امبلوي توتال سالري 9000 every Monday for the preceding 5 days week، يعني كل يوم اتنين بنقبض العمال بتوعنا مرتب 5 ايام من يوم الاتنين لغاية الجمعة. ماشي. جينا في يوم الاتنين طلع 29 ديسمبر، ال employees paid for the week ending December 26 all employees worked the last 3 days of 2010. واحدة واحدة، انت تهت طبعا، واحدة واحدة. هسألك الأول، انت شغال مع ريفينيو ولا اكسبنس؟ عشان ما تتوهش، انا بشتغل مع امبلويي وسالاريز وويجيس. يبقى ده سالاريز اكسبنس، صح كده؟ طب نمرة اتنين، دفعناه ولا لسه؟ احنا بندفع يوم الاتنين، فجينا يوم الاتنين طلع يوم 29. ركز كده، يوم 29 دفعنا. طيب يوم 31 ديسمبر، يبقى الحتة ديت not paid yet، لسه ما اتدفعتش. انا دفعت له مرتبات يوم انا بدفع يوم الاثنين من كل اسبوع، طلع يوم مندي ده طلع يوم 29، فدفعنا للناس مرتبات، قعدوا عندي 29. بعد كده بقى ها قعدوا 29 30 31، 3 ايام لهم مرتب عندي، يبقى في 3 days
not paid yet. في تلت أيام ما تدفعوش، يبقى ده salaries payable. طب تقدر تقول لي التلت أيام دول بكام؟ الأماونت بتاعهم كام؟ هتقول لي أعرفها منين دي؟ هقول لك مش إحنا بندفع salaries 9000 عن 5 أيام؟ 9000 على 5 days يبقى ال 3 days يعملوا كام فلوس؟ يلا تعرف تحسبها لي؟ احسبها لي وقول لي كده. أنت احسب كده وقول لي 9000 بيتدفعوا على 5 أيام يبقى ال 3 أيام بكام؟ يبقى اليوم ب 1800 جنيه. هنضربوه في 3، يعني لو جينا كده نضفنا حتة ولتكن ديت عشان نقدر نشتغل فيها، فهقول لك الأماونت بتاعك 9000 صح على 5 أيام، ونضربوهم في 3 أيام يطلعوا 5400 جنيه. يعني العمال اشتغلوا 3 أيام وما قبضوهمش يبقى لهم عندي 5400. طب يلا نعمله الانتري مع بعض. سالاريز اكسبنس ديبت، هقوم كاتب كده سالاريز اكسبنس، سالاريز بيبل كريدت، هقوم كاتب تحت سالاريز اكسبنس بيبل، الاماونت بتاعي 5400. جميل. طبعا انا عارف ان الحدوته مش سهله، لكن انت لو حليت بايدك الاكسرسايز اللي انا حليتها دي، بروميس ان الامتحان مش هيطلع بره، الامتحان مش هيطلع بره اللي احنا قلناه ده. فانا حليت لك النهارده 11، وبعدين حليت لك 5، وبعدين حليت لك 7، فانت محلول لك 23 واحده، 23 مساله هيجي لك منهم في الامتحان 4 5. حلهم بايدك وركز عليهم واحده واحده، وان شاء الله انا هسجل المحاضره دي، هسجلها لك هبعتها لك على البلاك بورد تراجعها وتقراها تاني، وعندك البي دي اف بتاعها، وعندك السؤال الاخير مش محلول سايب لك مكانه فاضي عشان تحله تاني، وفي اكسرسايزز كمان، وفي ان شاء الله في التوتوريالز يحلوا لكم شويه اكسرسايزز، وان شاء الله باذن الله يبقى الموضوع لذيذ وحلو باذن الله. لو حد عنده سؤال انا تحت امركم. امر يا حبيبي. دكتور درجات الميد ترم مالها يا حبيبي؟ هناخدها امتى؟ هما المفروض خدوها مني وهيحطوها لكم على البلاك بورد المفروض، يعني الاكاونتنج 2 نزلت على البلاك بورد، ما اعرفش عندكم ما نزلتش ليه، لكن هي متسلمه للكنترول والمفروض ينزلوها على البلاك بورد، يعني اعتقد يمكن بكره ولا حاجه بالكتير، يعني اما كانتش اوريدي نزلت يعني. اوكي يا شباب، يلا تأمروا بحاجه. شكرا يا دكتور. اوكي يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه فيس تو فيس. العفو يا حبيبي، مع الف سلامه. باي باي حبيبي.